أنت محق بغضبك، تعرضت لخيانة، لكنك وضعت نفسك في الموضع الخطأ. لقد كسروا هيبتك، وأنت كسرت هيبة الكاي. أعلم خطأي، لكن أرطغرل جعلني أعيش خجلاً لم أعيشه من قبل. ليس أنت فقط فعل هذا بالجميع، كسر القلوب بأفعاله، محبتهم واحترامهم تتلاشى بسبب ما يفعلون. لما هذا الغضب على أخيك أرطغرل؟ لأنه لأننا لا نستحق هذا. لتنتهي النزاعات، فهذا ما أريده. لا تقلقي، ستنتهي. أحسنت يا كنتي، نجحت أيتون، جعلت الخيل تجري كما تريدين. سنجان توقفي، لولا السيد أوغندوكتو لتشتتتم الآن ولن يستطيع أحد جمعكم، فاحمدي الله أن لديكم سيدا مثل زوجك. تحمل رجل شجاع وشريف لامرأة مثلك، وتقبل وجودها معه كل هذه الفترة معجزة.